تحليل. ناخد هاتفيا مع حضراتكم دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. دكتور طارق، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. استمعنا الى كلمه مندوب مجلس الامن، مندوب مصر في مجلس الامن، بشان او ردنا على اتهامات قطر بانه مصر تستغل مقعدها في مجلس الامن لتحقيق اغراض سياسيه. كيف ترى يا فندم، كيف ترى الاتهام القطري اولا، وكيف ترى الرد المصري عليها في هذا الشان؟ اعتقد انه ما تطلقه ما تعرف بقطر في هذا التوقيت لا علاقه له بالسياسه، ويجب ان يعودوا الى المدارس والجامعات لتلقي الدروس في علوم الدبلوماسيه، لانه من حق الدوله العضو، اي دوله عضو في مجلس الامن سواء كانت عضويه دائمه او عضويه غير دائمه، مناقشه كل القضايا الاقليميه والدوليه لاعتبارات متعلقه بحمايه الامن والسلم الدولي. اما هذا الهذيان الدبلوماسي الذي اطلقته قطر وجاء في هذه الاتهامات المرسله، طبعا يعني اقل شيء الا نرد عليه، لكن باللغه الدبلوماسيه المتعارف عليها قام ممثل مصر في مجلس الامن بتفنيد بعض الامور الخاصه بالعلاقه ما بين الدوله العضو في المجلس سواء كانت دائمه او غير دائمه بقضايا السلم والامن الدوليين، مع توجيه الأنظار إلى أن هناك وحدات ودول وكيانات فيما تعرف باسم هذه الإمارة تمارس أعمالا إرهابية بطبيعة الحال، سواء في الدعم أو التمويل أو إمداد طبعا هذه التنظيمات بالسلاح وغيرها، في إشارات مؤكدة على بعض الملفات التي تم طبعا الوثوق فيها. لسنا في حاجة إلى الأدلة والبراهين والقرائن، لأن هناك هيئات أخرى ربما خارج الإقليم وخارج الدول الأربعة المقاطعة لقطر وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لديها بالفعل تقارير صادرة من الحكومة الفيدرالية ومن وزارة الخزانة الأمريكية وبملفات كاملة حول أسماء في داخل الأسرة سواء كانوا مسؤولين حاضرين أو سابقين متورطين في أعمال إرهابية. إذن نحن لدينا هذه الأدلة والبراهين ما يؤكد على أن هذه الإمارة تمارس أعمالا إرهابية بكل المقاييس. أما الالتفاف القطري فلا يعني يجب أن يوضع في سياقه وفي إطاره، ويأتي في إطار طبعا المراوغة الدبلوماسية العبثية التي تمارسها قطر في هذا الدور. دكتور طارق، الأيام الماضية كان في محاولات أيضا من قطر على فكرة فصل الرباعي العربي كموقف من قطر تجاههم، بمعنى انه كانت بتحاول قطر من خلال بعض التصريحات ربما بعض التحركات انها تبين انه خلافنا كقطر مع الامارات السعوديه البحرين كدول اشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي يختلف تماما عن موقف مصر، ويعني من هنا محاوله لتهميش دور مصر وفكره انه لا مصر ليها اصلها حسابات تانية معانا وتخليص حسابات فدي قصه تانية. كيف ترى رد فعل الثلاثي بقى العربي هنا، او خلينا نقول الرباعي لان هو بدا رباعي وان شاء الله يكمل على كده ويزداد باذن الله، وكيف ترى ايضا الموقف الان تجاه الحصار العربي على قطر؟ هي المقاطعه وليست حصارا، يعني خلينا اقول حصار اقتصادي ربما يعني ولو انه مش مكتمل كمان. نعم، يعني لا نريد ان نردد مصطلحاتهم السياسيه، هي مقاطعه بالاساس بالمفهوم القانون الدولي العادل. خلينا اقول انه في من البدايه انه الازمه كاداره حضرتك بداتها قطر من خلال امرين، محاوله ل يعني نقل المعركه الى مع مصر في مجلس الامن والاكتفاء باداره المواجهه مع الجانب الدول المقاطعه في الخليج، على اعتبار ان هناك مسارين للحركه، مسار خليجي ومسار مصري. التركيز على اداره الازمه حضرتك من قبل القطريين كان تركيزا اساسيا على ان يكون هناك حل خليجي ولا علاقه لمصر به. في البدايات استمر طوال ال 46 يوم تقريبا من اداره الازمه على هذا المنوال، واستمر حضرتك حتى الان محاوله فصل الموقف الخليجي عن الموقف المصري بصوره او باخرى، لكن الموقف الدول الاربعه المقاطعه موقف متماسك وواضح، وكان واضح في اعلان القاهره ثم في لقاء جده مع ريك تيلرسون وزير الخارجيه الامريكي ان الموقف موقف رباعي ولا يمكن ان يتغير في هذا الاطار، لكن التكتيك الدبلوماسي حضرتك القطري يعتمد على فصل المسارين
ومحاولة إيجاد ثغرات مباشرة في الموقف بصورة كبيرة، وده كان واضح في التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية محمد الثاني منذ بدايات الأزمة، ثم استمرت طبعا حتى اللحظات الأخيرة. وبناء عليه هذا موقف طبعا مراوغ وبيدور في إطار ما تكرمت حضرتك وأشرت إليه، أنه داخل مجلس الأمن كان لابد للدولة العضو أن تتحرك لتؤكد إدانة هذه الدولة بالأدلة والبراهين والحقائق. وأعتقد أنه ده هيبقى مطروح في الفترة المقبلة، لأنه مصر عليها عبء كبير في التحرك داخل مجلس الأمن، لأن هي الدولة العربية من الدول الأربعة اللي هي مفترض بتدير الأزمة في مجلس الأمن. ويعني مندوب مصر الدائم كان رد بليغ ورد مباشر، وأعتقد أنه الحركة المصرية تأتي في هذا الإطار، ولن تنجح بطبيعة الحال قطر بعد كل هذه الأيام من إدارة الأزمة في محاولة طبعا فصل الخليجي عن المصري، لأن الأمور طبعا فيها تماسك وفيها وضوح للرؤية بين الطرفين. لكن خليني أقول لحضرتك نقطة مهمة، ظهور الشيخ تميم أول أمس وبداية يعني ظهوره بعد هذه الأيام من إدارة الأزمة، بدأ سلم التنازلات القطرية برغم كل ما تشاهدينه، وربما خلال الساعات المقبلة سيبدأ سلم التنازلات أيضا. هناك مراوغة طبعا في النصوص وفي الألفاظ وفي المصطلحات ومحتواه، طبعا محتوى مضمون كلمته، لكن في النهاية الجميع يعلم أن سلم التنازلات بدأ من قبل قطر، وهناك إدراك طبعا بطبيعة الحال بإدارة الأزمة. هذا الأسبوع موجود الرئيس أردوغان في المنطقة، ومستوى طبعا تناول الأزمة بدأ على مستوى الرؤساء من خلال تدخل الرئيس الأمريكي يوم الخميس الماضي، ثم يوم الجمعة الشيخ تميم، وهذا الأسبوع الرئيس التركي، مع ناب ننتقل من حدود الأزمة من مسؤولين دبلوماسيين ووزراء خارجية إلى مستوى الكبار. هذا معناه في علم العلاقات الدولية وآليات التفاوض أنه ستبدأ مرحلة جديدة بقى حضرتك من التعاملات القطرية الخليجية المصرية في الفترة المقبلة. أشكر حضرتك جزيل الشكر على التوضيح والشرح والتحليل العلمي.